القدس هي محتلة الآن. نعم. الشيء الطبيعي البديهي الذي لا بد منه أن نحررها. نعم. كيف نحررها؟ بالقوة. فبدل نحن ضعاف نشتكي لمجلس الأمن ومنندد ومنستنكر ومنشدد على كذا ومندين كذا ونرفض كذا ولا نرضى بكذا، هذا كله يضحك العالم علينا. نعم. هل أوسعتهم سبا وأردوا بالإبل؟ راحت الإبل وراحت الأقصى. هم يتمتعون بسبنا لهم، يسخرون منا، فلا بد من أن نكون أقوياء حتى ننتزع بالقوة حقنا. ولا أحد في العالم يعين على انتزاع حقنا إلا أن نكون أقوياء. أنا أعلم علم اليقين أن هناك حربا عالمية ثالثة كانت قبل حين تحت الطاولة، الآن فوق الطاولة، كانت غير معلنة جهارا نهارا، الآن معلنة جهارا نهارا، حرب عالمية على الإسلام. حينما نطبق منهجهم في الحياة، الانتخابات الحرة الديمقراطية، حينما نطبق منهجهم في الحياة، وهذا المنهج الديمقراطي، الانتخابات، صندوق الاقتراع، ينتج إنسان إسلامي. الانتخابات كلها مرفوضة، ما عاد في ديمقراطية. هذا صار في الجزائر. نعم. وصار عند الفلسطينيين، وصار في مصر. نعم. وأي بلد إسلامي إذا في انتخابات حرة نزيهة وأفرزت واحد مسلم، الانتخابات كلها مرفوضة. هم كذابون. نعم. هم يريدون انتخابات تفرز إنسان صنيع لهم. لذلك نعم. نحن ما صدقنا الله عز وجل. نعم. أنت حينما تقرأ القرآن وتنتهي من قراءته تقول صدق الله العظيم، نحن ما صدقنا ربنا حينما قال ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. هم يمثلون ويضحكون علينا ويصطنعون معارك. في معركة شكلية بين أمريكا وإيران، وإيران العصا الغليظة في المنطقة. صحيح. شيء واضح كلام جدا. صحيح. شيء واضح جدا، هم عندهم عصا غليظة في المنطقة، كانت إسرائيل الآن إيران، هي مشكلة كبيرة جدا. فنحن ما لم نكن أقوياء لن نأخذ من حقنا شيئا. والله يا سيدي أنا أتألم ألم لا حدود له حينما أرى بأسنا بيننا. وأقول لك هذه الكلمة الموضوعية، أعداؤنا الغربيون يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، ونحن تسيل الدماء وبيننا 95% قواسم مشتركة. يتعاونون على 5% قواسم مشتركة مصلحتهم في التعاون، ونحن نتنافس ونتقاتل وبيننا 95% قواسم مشتركة. هذا الذي يجري في العراق ويجري في سوريا ويجري بين مذهبين إسلاميين، أليس كذلك؟ صحيح. فلذلك نحن حينما نبتعد عن حقيقة ديننا تذب البغضاء بيننا. والحقيقة أنا أقول كلمة للدعاة، الدعاة إلى الله نوعان، دعاة إلى الله بإخلاص، ودعاة إلى ذواتهم بنفاق. الدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاتباع، والدعوة إلى الذات أساسها الابتداع. الدعوة إلى الله الخالصة أساسها التعاون، والدعوة إلى الذات أساسها التنافس. الدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاعتراف بالآخر، والدعوة إلى الذات أساسها إنكار الآخر. مرة زارنا كارتر، جاء للمنطقة، برنامج زيارته دمشق، رام الله، تل أبيب، ماشي 3 عواصم. أما الرابعة زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي للعهد شاريط. شاريط. نعم. هل تصدق أن لنا عند اليهود 11,800 أسير؟ من أجل أسير واحد
يأتي رئيس أمريكي سابق ليزور بيت الأسير، و11 ألف وثمانمائة أسير ليس لهم قيمة، لا قيمة لهم إطلاقا. فلا أحد يحترمنا إذا كنا ضعفاء، صحيح. ما لم نكن أقوياء لا يحترم ديننا ولا تحترم أمتنا ولا لغتنا أيضا. وبهذه المناسبة، عندما كان يؤسر مسلم كان يبادل بآلاف الأسرى من الروم أو نعم. من الفرنجة أو من التتر أو المؤسير نعم. مسلم، وأيضا يعني يدفع له الأموال الطائلة من أجل تحريره، وأيضا استقبال حافل. الآن أسرى المسلمين ليس لهم قيمة يعني. أنا أحيانا ألخص الوضع القائم بكلمات، نعم، هان أمر الله علينا فهن على الله، هان أمر الله علينا فهن على الله. يعني وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. من أجمل ما قرأت عن هذه الآية، يعني يا محمد بعد انتقالك إلينا ما كان الله ليعذب أمتك، وهي ما كان من أشد أنواع النفي، سماه علماء اللغة نفي الشأن، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن نعذب، وسنة النبي قائمة فينا، وسنة النبي قائمة فينا.